دونك حابين نشرحوا لكم دي مينوت قبل ما نعطي ليست، الناس كل سنه في الليست باش نبداو بها سيكل جديد. نعرفوا اللي تقريبا في حياه المنتخبات لي سيكل ينطلقوا بعد نهايه مسابقه تاع كاس عالم ويوفاو مشاركه في كاس عالم شكل 4 سيكل. دونك باش نحاول ناخذ 10 دقائق باش نفسر السيكل اللي تعدى اي لي بروجي تاع ليكيب ناسيونال ان شاء الله لي زيشيونس لي ستانيو فينا في النوفو سيكل 2022 2026. نحاول نعطيكم عليهم فكره. احنا تحكي على لوبجيكتيف تاعي تاع ليكيب ناسيونال، انا جي بريزونتي لي زيشيونس لي ستانيو في ليكيب ناسيونال دوران لي 4 هادو. نحب نحكي لك اول ايشيونس بالنسبه لنا احنا سي لا كاليفيكاسيون، مازال اوني با كاليفي، سي لا كاليفيكاسيون اوني في فاز دو بول، فاز دو كاليفيكاسيون للكان 2024. بيان سور هذوما دي سيشيونس اللي يستناو فيها، هذا سي با ان شوا، هذا مش احنا باش نشاركوا، باش نقولوا ما نشاركوش في كوب دافريك 2024 ولا 2025، دونك هذوما دي سيشيونس ما نعرفش اذا كان فهمتوني في البريزونتاسيون هذه شنو نفسر بالضبط. حبيت نظهر ها هو لو سيكل تاع اون ايكيب ناسيونال كومون في اربع سنين ينطلق بعد نهايه كاس عالم، يوفا بنهايه المشاركه في كاس عالم كل اربع سنين، خلال الاربع سنين هذوما شنو هما لي كومبيتيسيون اللي يستناو فيها، دونك جي بريزونتي لي كومبيتيسيون لي ستانيو في ليكيب ناسيونال 2018-2024 عملنا دو كان 2019 في مصر كانت دومي فينال 2021-2022 في الكامرون عملنا كارت فينال. لوبجيكتيف تاعنا كان دومي فينال ندخلو الكاريداس، هذوما ديما لي زوبجيكتيف. بارتيسيباسيون في الكوب دي مونتون عملنا كاليفيكاسيون الحمد لله وفقنا فيها. لوبجيكتيف من الكاليفيكاسيون هذي بارتيسيباسيون في الكوب دي مونت كان باش نتعداو البرومي تور ما نجحناش فيه، عملنا كوبا راب كومبيتيسيون تاع كوبا راب عملنا فيها فينال. اون ديمارش سويف ثم اون كونسيبسيون تاع اداره فنيه، ثم توجهات تاع اداره فنيه تاع الجامعه خاصه بالنسبه اللي يهمنا احنا كاطار فني. لوبجيكتيف كيما حكيت لو سيكل تاع اربع سنين باش نتعامل مع كل ايشيونس. اليوم ثم ثلاثه مراحل في بدايه كل سيكل، ثم ثلاثه مراحل هي تكوين اون ليست تريز إلارجي اللي تضم اللاعبين اللي صار سيليكسيونابل اللي يكون عندهم المؤهلات الفنيه باش يكونوا موجودين في القائمه هذه. بعدين يصير اللي حسب رايي انا اكبر مكسب موجود اليوم في المنتخب التونسي هو لو نويو، عندنا ان نويو سوليد بارابور للبارتيسيباسيون. بعدين تو كي ندخل اكثر في القائمه نزيد ندخل تفهموني اكثر من الديتاي على مستوى الاسماء. اونسويت ثم توازيام ايتاب اللي هي الانجيكسيون تاع لي نوفو جوار اللي يدخلوا في البروجي تاع لو بروشان سيكل. دونك سي توت افي نورمال، هذوما لي تروز ايتاب، لا ليست ايلاجي قائم الموسع للمنتخب، لو نويو اللي موجود اليوم كي سون اون تران دو كونفيرمي. اليوم عندنا مكتسبات كبيره في المنتخب، قائمه تاع تقريبا 18 20 لاعب اللي هما عندهم براتيكمون اون بارتيسيباسيون في كوب دي موند دو كوب دافريك، مع كل جوار يكون مؤهل والا لي نوفو جوار، لي جوار اللي تحكي عليهم انت بعد البارتيسيباسيون ان شاء الله تكون موفقه تاع لو 20 شهر في الكوب دي موند القادمه. سي تو افي نورمال، ثم دي جون جوار اللي باش يفون انتيغري يفون تيتر انجيكتي في ليكيب هذه. ميرسي. واضح. بربي خلي النقطه هذه ركز عليها مليح، وماذا بيا الناس الكل تركز معايا شويه. عمليه التقييم اللي خذات من حق الصحفيين، من حق الشارع الرياضي، من حق كل المشاهدين التوانسه واللي يهتموا بالشان الرياضي باش يحكيوا على تقييم في الفان تاع سيكل وخاصه بعد مشاركة تاع كاس العالم. نعطي بالضبط في جو سري تري بريسي في الاناليز تاعنا. اول ما كملنا لو 18 ديسمبر صار فينال تاع كوب دي موند، طلب مني المكتب الجامعي رئيس الجامعه باش يصير تقييم، وهذا الحاجه العاديه معناتها الديمارش العاديه اسويفر. لو 29 ديسمبر بعد 12 يوم، لو 23 ديسمبر بالضبط خرجت لي ستاتيستيك اي لي رابور فيزيك اي لي رابور تكتيك من الفيفا. احنا استعملنا لي رابور هذوما، لازمنا باش نعطوا التقييم تاعنا يكون كيف ما حكيت انت موضوعي، ويكون تري بريسي، ويكون مبني على دي دوني صحاح. لو 29 ديسمبر صار تقييم لمده 3-4 ساعات في المكتب الجامعي بحضور كل خيال بالاداره الفنيه، كل الاطار الفني، وقع تقييم شامل، تقييم اكثر من 112 سلايد، وقع عرضهم على الخيال الحاضرين. فيه تقييم شامل على مستوى الاناليز ولا بيرفورمانس، الاناليز تاع ريزولتا، لي فاز جو اللي صاروا، هذوما ماهوش تقييمنا احنا برك، هو تقييم صار من فيفا. خاطر باش تعمل تقييم لازم يكون عندك دي دوني ستاتستيك
واضحين يقع تحليل، وقع تحليل البيرفورمانس تاعنا، وقع كل ما يهم المنتخب في مشاركتنا على مستوى الايجابيات السلبيات، تقييم للمرحله فنيه تكتيكيه وخاصه من الناحيه البدنيه. هذوما كل التقييمات كانت واضحه، لي رابور كانوا واضحين، لي زاناليز. واللي يهمنا احنا سي لي كونستا، بعد التقييم هذا كل شنو اللي باش نخرجوا به، واللي يهم المكتب الجامعي لي كونستا اللي خرجنا بهم، وين نجموا نصلحوا، لي ديمارش سويفر، شنو هما لي زوبجيكتيف نتاعنا في المرحله القادمه بارابور سيت ايكيب سور لو بلان تكتيك ولا فيزيك. سيت بريزونطاسيون ولا التقييم هذا اللي يخص الاطار الفني هو تجهيز وتحضير التقييمات واللي كونستا عرضوا ومساله باش نعملوا اون كونف، واللي كان في بالي انا بريفي هو سي قيس حضر معايا باش تصير اون كونفيرونس دو بريس باش نمدوا فيها الخيال الكل والاعلام والشارع الرياضي باللي دوني هذوما الكل ومن حقهم باش يطلعوا عليها. اللي يهمني انا هو تحضير العرض هذا، عدم وجود والا وقتاش يتمرر والتوقيت والتايمين، هي ماهيش الاطار الفني مسؤول على السياسه الاتصاليه للمكتب الجامعي للجامعه التونسيه لكره القدم. تعرض على الاعلام ماهوش مسؤوليتي انا. حاجه انا توا تقول لي توا نطلع من البيرو ونجيب لك نعمل لك تقييم تاع ثلاث ساعات حب. ادخل انا كلامك صحيح ونوافقك، ماذا بيا نتعدى كيف ما قال مع شكون نسمع فيه في الاذاعه الوطنيه في الاخبار توا نعمل تقييم تاع اربع ساعات. ماناش خايفين من التقييم، لانه التقييم نزيد نعطيك من الاخر باش يقوي البوزيسيون نتاع المنتخب وتاع الجهاز الفني، لانه فهمت كيف التقييم شنو هو دوري انا كجهاز فني؟ حضرت التقييم بعد 12 يوم من نهايه كاس العالم التقييم جاهز. الفيزافي نتاعي المدير الفني اعطيناه التقييم، المكتب الجامعي اعطيناه التقييم. التقييم هذا يتعدى للاعلام، يصير في كونفيرونس دو بريس، يصير ما نعرف شويه، ماهياش مسؤوليات الاطار الفني. عمليه التنسيق بيني انا وعادل السليمي اكثر من متواصله. عادل السليمي زميل قبل كل شيء، سان كوليك اللي خدمنا مع بعضنا، برشا احترام وبرشا ثقه. يوميا انت كان جيت نص ساعه تالي عادل السليمي انا وياه في المكتب تاعي، يوميا تقريبا احنا نشتغلوا في نفس المكان باتصال دائم، ثم تنسيق بيان ايفيدامون في حدود معينه، كل حد عنده التاش تاعه وعنده الكونسيبسيون تاعه، ثم تنسيق كبير. اهميه كبيره للنيوفان كيف ما حكيت مره اخرى، نزيد نهني التوانسه الكل ونهني الجينيراسيون هذه على البيرفورمانس اللي عملوها بعد 38 سنه كونوا نترشحوا النهائيات كاس عالم، ماهيش حاجه سهله، ان شاء الله ربي يوفقنا. بعدين عمليه التقييم هذه تنجموا تسالوا عليها عادل، هو لو كونسيري نجم يحكي عليها خير مني انا. لكن اللي يهمنا احنا كونوا سي اون جينيراسيون بروميتوس، ثم انويو اللي قاعد يتكون، نصبر عليهم، بعد شهرين عندهم مشاركه في كاس العالم، ما نحبوش نحرقوا ليزيتاب، خليهم يركزوا في عقلهم على المشاركه الجايه، ان شاء الله يكونوا موافقين. بعدين البرولونجمون ناتورال والا التسلسل الطبيعي للاعبين هذوما، ان شاء الله اكثر عدد ممكن منهم يكون متواجد في المنتخب الاول. حسب انتبهوا ثم يوم ديكلاراسيون واضحه يظهر من المكتب الجامعي ومن رئيس الجامعه، نجم نسالوا سي صاير زويده، ما نجمش نجاوبك كان على النقطه هذه. كير يعني ما عادش ما نعرفش انا بالنسبه لي. كير تحبني انا نجاوبك؟ قلت لي كير مش عارف موجود ولا مش موجود. مانيش نصعب فيها انا، اسكو انا مش نجاوب على المدير الفني، المدير الفني للاداره الفنيه التونسيه، تنجم الجامعه التونسيه لكره القدم تتوجه له بالسؤال اسكو ثم تمت اقاله ولا استقاله ولا هو تاع السيد صغير زويده، واذا كان صحه الحكايه الاخبار هذا شكون باش يعاود؟ ما نجمش انا نجاوبك.